Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد أما بعد يا أخوتي الكريمات يا أخوتي الجميلات كيف حالكن جميعا في هذا الصباح أتمنى أن نكون جميعا في بركة الله وأتمنى أن نكون جميعا في طاعة الله في توفيق الله يعني وأتمنى أن نكون جميعا وأتمنى أن نكون جميعا ماذا حاضرين يعني من فضلك يا بنات من فضلك إذا أنتن حاضرين إرسلنني رسالة مباشرة إلي صح؟ إرسلني رسالة طيب لتنقصر الوقت سنستمر درسنا يعني في الدرس 20 يعني يا بنات نبدأ على بركة الله طبعا سنقرأ الحوار ثم نجيب التدريبات صح؟ سأقرأ مرتين ثم أنتم نكررنا بسم الله دخل إبراهيم المكتبة قرأ قليلا ثم خرج بحث إبراهيم عن حقيبته الخضراء خارج المكتبة ما وجد إبراهيم الحقيبة شاهد إبراهيم صديقه أحمد هو يحمل حقيبة خضراء سأل إبراهيم أحمد لماذا أخذت حقيبتي؟ أجاب أحمد هذه حقيبتي أنا ثم فتح الحقيبة وقال لإبراهيم انظر داخل الحقيبة هذه ملابسي ثم أغلق الحقيبة تعجب إبراهيم هذه الحقيبة تشبه حقيبته ثم اعتذر وقال لأحمد عفوا هذه ليست حقيبتي في حقيبتي كتب ودفاتر وأقلام قال له أحمد ربما تجد حقيبتك في المكتبة نسي إبراهيم مكان حقيبته هل هي في الصف؟ هل هي في الملعب؟ تذكر إبراهيم أخيرا مكان الحقيبة نعم هي في البيت مرة أخرى سأقرأ ثم اسمعنا جيدا يا بنات دخل إبراهيم المكتبة قرأ قليلا ثم خرج بحث إبراهيم عن حقيبته الخضراء خارج المكتبة ما وجد إبراهيم الحقيبة شاهد إبراهيم صديقه أحمد هو يحمل حقيبة خضراء سأل إبراهيم أحمد لماذا أخذت حقيبتي؟ أجاب أحمد هذه حقيبتي أنا ثم فتح الحقيبة وقال لإبراهيم انظر داخل الحقيبة هذه ملابسي ثم أغلق الحقيبة تعجب إبراهيم هذه الحقيبة تشبه حقيبته ثم اعتذر وقال لأحمد عفوا هذه ليست حقيبتي في حقيبتي كتب ودفاتر وأقلام قال له أحمد
ربما تجد حقيبتك في المكتبة. نسي إبراهيم مكان حقيبته. هل هي في الصف؟ هل هي في الملعب؟ تذكر إبراهيم أخيرا مكان الحقيبة. نعم هي في البيت. الترجمة يعني يا بنات دخل إبراهيم المكتبة. دخل أي ضد من خرج. دخل إبراهيم المكتبة. المكتبة يعني المكان للكتب صح؟ اقرأ الكتب. قرأ قليلا ثم خرج. قرأ أي يتعلم قليلا ثم خرج ثم ذهب. بحث إبراهيم عن حقيبته. بحث أي ماذا؟ منشاري إبراهيم عن حقيبته الخضراء خارج المكتبة. إبراهيم mencari bukunya, mencari tasnya yang berwarna hijau di luar perpustakaan. Ma wajada Ibrahimul haqibah. Ma wajada, belum mendapatkan. Ma wajada Ibrahim al-haqibah. Syahada Ibrahim sadiqahu Ahmad. Syahada, bima'na nazara, ra'a. إبراهيم صديقه أحمد. هو يحمل حقيبة خضراء. يحمل بمعنى منبوة. سأل إبراهيم أحمد لماذا أخذت حقيبتي؟ kenapa kamu mengambil tas saya؟ أجاب أحمد هذه حقيبتي أنا. ثم فتح الحقيبة وقال لإبراهيم. فتح يعني منبوكة. ثم فتح الحقيبة وقال لإبراهيم انظر داخل الحقيبة. lihatlah ke dalam tas. هذه ملابسي. ثم أغلق الحقيبة. أغلق يعني menutup. تعجب إبراهيم كجوم terkejut. إبراهيم هذه الحقيبة تشبه حقيبته. tas ini mirip dengan tas. Tasnya gitu, tas yang punya temannya ini mirip dengan tasnya. Thumma i'tadhara wa qala li Ahmad, kemudian dia meminta maaf. Wa qala li Ahmad afwan, hadhihi laysat haqibati, maaf ini bukan tas saya. Fi haqibati kutubun wa dafatir wa aqlam. Fi haqibati fiha yani kutub yujad kutub wa dafatir wa aqlam. Qala lahu Ahmad ربما تجد حقيبتك في المكتبة. Sepertinya kamu bisa mendapatkan tas kamu di perpustakaan. Nasiya Ibrahim makan haqibatih. Ibrahim lupa menempatkan di mana tasnya, tempat tasnya. Hal hiya fi shaffi, apakah dia di dalam kelas? Hal hiya fil mal'ab, atau di tempat bermain. Al-mal'ab al-makanu lil-la'ab yani. Tadhakkar Ibrahim akhiran makan al-haqibah. Mengingat Ibrahim, mengingatnya itu di akhir, di mana tempat tasnya. Na'am hiya fil bait. Ya, tasnya itu ada di rumah. Masyaallah, masyaallah. Mushkilah hadis sah. Idza la tansai ya banat, la tansai. لا تنسينا. ثم نجيب التدريبات. أولا التدريب الأول. أكمل الجمل الآتية بالكلمة المناسبة. الرقم الأول بحث إبراهيم عن نقطة نقطة. أي الجواب يا بنات؟ بحث إبراهيم عن حقيبة عن حقيبته. بحث إبراهيم عن حقيبته. هنا يوجد
الجواب بحث إبراهيم عن حقيبته. ثم الركن الثاني حقيبة، حقيبة إبراهيم نقطة نقطة. ما الجواب؟ خضراء. أي اللون؟ نعم خضراء، لونها خضراء، حقيبة إبراهيم خضراء. الركب الثالث نسي إبراهيم حقيبته في فئين. نسي إبراهيم حقيبته في البيت. صحيح في البيت. ثم الجواب في البيت. الرابع في حقيبة أحمد نقطة نقطة. ماذا في حقيبته؟ في حقيبة أحمد يوجد يعني ملابس، ملابس الملابس. ثم الرقم الخامس نقطة نقطة. إبراهيم في المكتبة قليلا. أي الجواب يا بنات؟ قرأ إبراهيم في المكتبة قليلا. ثم أجب، انظرنا إلى التدريب الثاني، يعني إلى التدريب الثاني. أين دخل إبراهيم؟ أين يا بنات؟ إلى أين دخل إبراهيم؟ دخل إبراهيم المكتبة. اكتبنا في دفتركم يعني. إذا تريدنا أن تكتب اكتبنا، إذا لا تريد خلاص لا بأس. أين دخل إبراهيم؟ دخل إبراهيم في المكتبة. أي دخل إبراهيم المكتبة. ماذا فعل في المكتبة؟ يعني قرأ قليلا. الثالث ماذا يحمل أحمد؟ يحمل أحمد حقيبة خضراء. يحمل أحمد حقيبة خضراء. الرابع ماذا في حقيبة إبراهيم؟ في حقيبة إبراهيم يعني في حقيبة إبراهيم كتب ودفاتر وأقلام. ماذا؟ كتب ودفاتر وأقلام. الخامس ماذا في حقيبة أحمد؟ ماذا؟ في حقيبته يعني ملابس، أي ملابس. أين حقيبة إبراهيم؟ حقيبة إبراهيم في البيت. تمام، نستمر إلى التدريب الثالث. صل بين الكلمات المضادة في المعنى. انظرنا إلى قسم أول وقسم الباء، ألف والباء، صح؟ ثم ماذا نكون هذا الكلمات؟ مضادة يعني ضد، أي عكس، صح؟ لون. ثم الجواب قليلا، إلى أين قليلا؟ قليلا كثيرا، قليل كثير، أي قليل أي بمعنى سديكت، كثير بمعنى بنيك. الثاني قديم، قديم وضده جديد، قديم ضده جديد. وأغلق، أغلق الثالث، أغلق ضده يعني فتح، صح؟ فتح أي بمعنى تطب، منطب، أي فتح، أغلق أي فتح. ثم داخل، داخل أي ضده خارج، مسوك دلور، أي دلور، خارج المكتبة أي داخل المكتبة، دي دالم perpustakaan، أو خارج المكتبة دي لور perpustakaan، أي بمعنى هذا هكذا. ثم انظرنا إلى الرقم الخامس، إلى الرقم الخامس. سأل، سأل، سأل أي أجاب، أي أجاب. سأل ضده أجاب، يعني برتانيا ضده، ضده من جواب أجاب. ثم
انظرنا إلى التدريب الرابع. استبدل مع تغير ما يلزم كما في المثال. لماذا أخذت حقيبتي؟ لماذا؟ أي المثالان صح؟ انظرنا إلى المثال الأول. أنت لماذا أخذت حقيبتي؟ والمثال الثاني قلم. لماذا أخذت قلمي؟ هكذا. طيب انظرنا إلى الرقم الأول. الرقم الأول يعني مباشرة. هو، كيف الجواب؟ هو لماذا أخذ، لماذا لا أخذت يا أستاذة؟ لأن أخذت الليل ضمير أنت صح؟ وانظرنا إلى السؤال. هو لا، لا غير صح؟ ثم لا، لماذا أخذ قلمي؟ الرقم الثاني ساعة. لماذا أخذ ساعتي؟ الثالث لماذا أخذت انظرنا يا بنات. أخذ يأخذ. انظرنا إلى هنا. هنا يوجد فعل الماضي صح؟ فعل الماضي، ونحن نصرف إلى آخر ضمير. أولا أخذت أخذنا. ما شاء الله. هو هما هم هي هما هن أنت أنتما أنتم أنت أنتما أنتن أنا نحن. ثم انظرنا إلى الثالث. هي ماذا يا بنات؟ إذا هي ماذا فعلها؟ ماذا فعلها؟ إذن فعل المضارع، فعل الماضي. أخذت صح. أخذت. لماذا أخذت ساعتي دفتر؟ لماذا أخذت دفتري؟ سهل جدا صح. ثم الخامس. أنت لماذا أخذت؟ إذن أنت لماذا أخذت قلمي؟ ليس قلمي. لماذا أخذت دفتري؟ ثم السادس حقيبة. لماذا أخذت حقيبتي؟ السابع لماذا أخذت حقيبتي؟ تمام ما شاء الله. انتهى من السؤال. طيب يا بنات انظرنا. نحن نستمر إلى التدريب 21. اقرأنا أولا. من ستقرأ؟ من تريد الرقم الأول يعني التدريب الثاني. من تريد؟ ارفعنا يدك يا بنات. كلها تريدنا صح؟ تمام. أستاذة فقط. هذا هذا نقطة أخي.
ما الجواب؟ الجواب يعني ليس، أي ليس، هذا ليس أخي، هذا ليس أخي. قال الثاني، قال التلميذ، نقطة نقطة. ماذا الجواب يا بنات؟ أحمر، قال التلميذ أحمر. الثالث، هذه نقطة نقطة أختي، هذه ليست أختي. الرابع، نظارة المدرس، نظارة المدرس بيضاء، بيضاء. الخامس، التلميذة قرأت قليلا، أي قرأت قليلا. ثم رتبي، ثم رتبي الكلمات كلمات الآتية لتكون جملا مفيدة. طيب، أولا اكتبنا هنا ماذا قلت، صح؟ ماذا سأقول؟ بحثت المديرة، المديرة عن كتابها خارج الحقيبة. أولا، مرة أخرى سأقرأ، بحثت المديرة عن كتابها خارج الحقيبة. الثاني، عفوا هذا ليس قلمي، عفوا هذا ليس قلمي. الثالث، لماذا أخذ حسن كتابي، لماذا أخذ حسن كتابي. الرابع، أنت تحمل دفترا أبيض، أنت تحمل دفترا أبيض. الخامس، نسي المدير سيارته في الشارع، نسي المدير سيارته في الشارع. ثم التدريب الرابع، استبدل كما في المثال إبراهيم ما وجد الحقيبة، إبراهيم إبراهيم ما فتح الكتاب، ما فتح، ما وجد، أي ما شرب، ما أكل، ما هنا بمعنى لم، لم أو بلوم atau tidak seperti itu, tidak menemukan atau tidak membuka atau belum menemukan seperti itu, kurang lebih seperti itu. Hakada ya banat, sah. Thumma undurna ila as-su'alil awal, aghlaqa an-nafidha, Ibrahimu ma aghlaqan nafidha, Ibrahimu ma aghlaqan nafidha. ثم الثاني، كتب إبراهيم ما كتب الرسالة، إبراهيم. الثالث، إبراهيم ما قرأ الصحيفة. الرابع، إبراهيم ما أخذ القلم. تناول إبراهيم ما تناول الفطور. السادس، إبراهيم ما لعب الكرة. السابع، إبراهيم ما وجد الحقيبة. الثامن، إبراهيم ما فتح الكتاب. ثم ما شاء الله، تمام، انتهينا من السؤال، خلاص يا بنات. بقي خمسة دقائق، صح يا بنات؟ إذا أنتن لم تفهم إرسلني رسالة، ثم
kulimada. Ya ustada, ana lam afham ya ustada. Ustada, ana lam afham. Idan kaifa ya ustada? Hakada ya banat. Thumma insyaallah sa'ashrah lakunna. Mada thumma insyaallah ustada akan menjelaskan kepada antuna bagian mana yang antuna tidak faham. Taib. Ya anak ustazah, insyaallah ujian praktek akan diadakan, akan ustazah adakan, ya, akan diadakan di hari Senin depan, di tanggal 14. Maka antuna dari sekarang persiapkan ya nak, persiapkan dengan sebaik-baiknya, dengan sebaik mungkin. Nanti ustazah akan memberikan arahan kepada antuna, ini seperti ini, seperti ini tugasnya seperti ini, maka antuna harus sebaik-baik mungkin mengerjakannya agar nilainya pun mencukupi, agar nilainya memuaskan, masya Allah. Eh? Insya Allah antuna semuanya mahirat, kulluna mahirat, sah, masya Allah. Amin. Thumma ya akhwatil karimat, fi mada ujian praktek akan kita adakan, akan kita lakukan dari ad-darsul awal hatta ad-darsul tasi asyar, yani sah ya banat. Udrusna jayidan, nikai tanjah ثم بقي ثلاث دقائق صح خلاص اقول قولي هذا استاذه minta maaf jika ada kekurangan dan kelebihan, karena kekurangan datangnya dari ustaz dan kelebihan datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم نفعني الله بالقرآن الكريم وبهدي سيدي الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.